كورنثيا يمرن السنغال ديوفو يلعب كرة عرضية اوين الثاني لمايكل اوين للمرة الثانية يعرف طريق المرمى لشباك فريق ليدز يونايتد. هذه المرة تصويبة مركزة لعبها على الوصول في الزاوية الصعبة لحارس من فريق ليدز. شوفوا الإعادة كرة مرة فالنسيا ديوف مر هيا كرة عرضية مايكل اوين اللي مباشرة أطلق الكرة باتجاه المرمى ليعلن عن هدف ثاني لمصلحة مانشستر يونايتد. مايكل اوين يتعلق في هذا اللقاء ويحرز ثنائية في مرمى فرقة ليدز. على إعادة من جديد لعب كرة بسن القدم مثل هذه الكرات تشكل صعوبة كبيرة على حراس المرمى. تسديدة محكمة ومايكل اوين في هذه المباراة يمر بفترة ممتازة. مايكل اوين يتألق في هذا اللقاء.